أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ابتليت بزملاء في العمل على المذهب الإسماعيلي، هل يجوز الدعاء لهم كقول جزاك الله خيرا وبارك الله فيك؟ يا أخي الحمد لله، ما شاء الله انتقل من هذا المكان إلى مكان آخر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.